دايما لما تطلب من ربنا حاجه تقول اخر الجمله تقول تكرما. اللهم ارني وجه نبيك تكرما. اللهم ادخلني الجنه تكرما. اللهم ارزقني تكرما. ما تعملش نفسك ده حقك هيعاملك بالعدل. حتى لما تبقى مظلوم بلاش تدعي على الظالم تكرما. قال ليه؟ قال لانك ظالم في حته تانيه فانقبلناها عدلا ما حفظناك تكرما. لما تيجي تدعي تقول اقول لك انت به لو استجبت ها هنا استجبت ها هناك. ممكن تكون انت اخوك ظلمك وانت ظالم اختك. هتدعي على اخوك اللي ظلمك فتنفذ فيك دعوه اختك. تبقى جبته لنفسك خليك جدع. فدايما تكرما. شوف المسبحات حلوة ازاي؟ مش عارفين نفهمها ازاي؟ يقول ايه؟ اللهم افعل بي وبهم ابويا وامي واللي خلفوني وكل العالم ما انت له اهل ولا تفعل بنا. يبقى هذا قيوم. سيدنا مالك بن دينار ده كان بيشرب خمر في اول حياته. وبعدين يا سيدنا ربنا سبحانه وتعالى كده هداه فتزوج. ربنا يحفظ شبابنا كله. ورزق بفاطمة. ويا بخت من يرزق بأنثى عشان أدخله الجنة. وكمان لما تبقى فاطمة تبقى حاجة حلوة. وبعدين اتعلق بيها جدا بقى وخلاص. وعشان خاطر ربنا عطاله اتأدب مع الله وراح بطل الخمر. وفجأة هو بيلاعب فاطمة كده 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 ماتت. قبضت في حجره فحزن عليها حزن ايه؟ حزن شديد قوي. هذا الرجل عاد تاني الى الخمر يشرب خمر من جديد. يشرب خمر ايه؟ يشرب الخمر تاني. وفي ليله من الليالي ادي بقى الشاهد. وفي ليله من الليالي وهو سكران سقط مغشيا عليه. راى ان وهو مغشي عليه بده يجي له ربنا يجيب له رؤيه. مغن حنان قيوم منان يعطي ما لا يستحق من لا يستحق. وإلا كيف يبرز الودود للوجود بركة اسمه المنان؟ كيف يمن ويتكرم على الناس؟ فقعد الراجل سكران أغشي عليه من شدة السكر. فرأى في المنام أن أهوال القيامة قد فزعت والعالم يجري شمال ويمين مش عارف يهرب من إيه؟ من أمر الله ومن أهوال القيامة وصعوبتها. ويجري وفي حد النار بتجري وراه. ما خلاص يا راجل ميت على السكر. وإذ بإيه؟ وإذ به يرى جبلا سفحا عاليا منه شرفات. كل شرفة من الشرفات دي طالع منها عيل صغير بيسقي أهله. وإذ به إيه؟ يرى شرفة فيها فاطمة بنته وتناديه يا أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أم من النوم يقول أنا يا رب. يبقى اكتباه هو إيه؟ اكتباه تكرما. اكتباه إيه؟ ما سيدنا مالك بن دينار ده بقى في مرة من المرات ماشي في الشارع لقى واحد سكران. هذا خد بقى تكرما هيشتغل تكرما برضه. لا واحد ماشي في الشارع سكران بس السكران عنده حاجة حلوة برضه ماشي يقول ايه؟ الله. ماشي يقول ايه؟ جارحة من جوارحه شغالة مع الله. ما طلع يجري عليه قال والله لأنظفن فمه حتى لا ينطق فما مخمورا باسم الجلالة. فنظف فمه وروح ينام سمع هاتفا في المنام يقول يا مالك نظفت فمه من أجلنا طهرنا قلبه من أجلك.